تعد سيستمز سانلايت إحدى الشركات العالمية في مجال حلول الطاقة المتكاملة، وهي تتخصص في تطوير البطاريات وأنظمة تخزين الطاقة وإنتاجها وتسويقها للاستخدام في المجالات الصناعية والتكنولوجيا المتطورة أو الاستخدام من قبل المستهلك. في عقدها الثالث من النمو المستمر، تحتل الشركة اليوم مرتبة بين أفضل الشركات المقدمة لحلول تخزين الطاقة في العالم. وبصفتها شركة تنتمي لنظام أعمال قوي ومتطور، تعتمد سانلايت على بنيتها التحتية الحديثة وعلى ابتكاراتها المتواصلة وشغفها بالتميز لتطوير حلول طاقة موثوق بها وتوريدها. يمثل الأشخاص الذين لديهم شغف وخبرة في سانلايت العامل الرئيسي وراء نجاح الشركة، ولذلك تدعم شركة سانلايت بقوة التدريب المستمر والتطوير المهني لموظفيها، وتضمن توفير بيئة عمل صحية وبناءة. يتمثل جوهر نمو الشركة في مصنعها المتطور في شمال اليونان، والذي يقع على مساحة 142 ألف متر مربع. وتستثمر الشركة بشكل دائم في تطوير أحد أكثر المنشآت الصناعية تطوراً في أوروبا، حيث تدير خطوط إنتاج وتجميع متخصصة للغاية. يمتثل المصنع بأكمله لمعايير دولية صارمة، كما أنه تم اعتماد أنظمة الجودة والسلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية الخاصة به. إن احترام البيئة هو جزء لا يتجزأ من فلسفة شركة سانلايت وثقافتها، واستلهمت الشركة استراتيجياتها من هذا المبدأ، الأمر الذي ينعكس في عملياتها وممارستها اليومية. إن التطبيق المنهجي لأنظمة ضمان الجودة المتطورة وإجراءاتها أثناء عملية الإنتاج، إلى جانب الهندسة المتقدمة والمعدات المتطورة، هو ما يمكن سانلايت من زيادة الإنتاجية وضمان توريد منتجات عالية الجودة إلى عملائها حول العالم. تم تطوير هذه المنتجات بواسطة فريق البحث والتطوير في سانلايت، والذي يصمم دائماً حلول مبتكرة جديدة ويقيمها لتحسين عملية الوفاء باحتياجات السوق بناءً على أحدث الإنتاجات التكنولوجية والتطورات الصناعية ورأي السوق. من خلال تبني استراتيجية استباقية محورها العميل، تحسن سانلايت الاستفادة من هيكلها التنظيمي الكفؤ، والذي يتميز بالمرونة ليس فقط للوفاء باحتياجات العملاء وتطلعاتهم، بل للتنبؤ بها أيضاً ومنحهم راحة البال. تطور الشركة في إطار زمني قصير حلول تخزين طاقة مصممة حسب الطلب وجاهزة للاستخدام، كما تقدم خدمة دعم صممت لمواجهة متطلبات محددة. لقد أنشأت سانلايت، والتي يقع مقرها الرئيسي في اليونان، شبكة مبيعات وشبكة من الشركاء يتسمى بالقوة والعالمية. إن التوقعات العالمية المستمرة للشركة قد جعلتها إحدى كبار الشركات العالمية في قطاع تخزين الطاقة، ويرجع ذلك إلى تصدير 98% من إنتاجها إلى أكثر من 100 دولة. لقد أدى العمل المباشر مع شركاء ذوي خبرة وهمة إلى توفيق الشركة إلى حد كبير في التوسع عالمياً، في ظل تنفيذ منهج يعتمد على الحلول في نطاق محلي، وذلك من خلال التعرف على احتياجات العملاء المحددة والاستجابة لها سريعاً. لقد حازت منتجات سانلايت وخدماتها على شهرة عالمية من خلال ضمان تنفيذ عمليات منتظمة وموثوق بها على نطاق واسع من التطبيقات الهامة المستخدمة في الكثير من القطاعات الصناعية، بما في ذلك معالجة المواد واللوجستيات ووسائل الترفيه والنقل والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة وإنتاج الطاقة وتوزيعها والنفط والغاز والبنية التحتية والدفاع، إلى جانب السلع الاستهلاكية، اعتماداً على نهج ذي توجه خاص بالعملاء
والتفوق في الصناعة والحلول التنافسية والموثوق بها وشبكة العملاء الواسعة، ستستمر شركة سانلايت في إنماء ودعم مكانتها الرائدة بوصفها الموفر المفضل لأنظمة تخزين الطاقة على مستوى العالم.